بالله ما حكينا. طيب أبحاث متفرقة، هذا سمينا أبحاث متفرقة، تكلمنا عنه عن تسهيل الهمزة وإن كان قليل الورود في رواية حفص، عن الإمالة، عن النبر، عن كلمات قرآنية لها وضع خاص على رواية حفص. تسهيل الهمزة، كلنا نعلم أيها الإخوة الكرام أن الهمزة حرف شديد مجهور، شديد يعني لا يجري معه الصوت، مجهور يعني لا يجري معه النفس. ليه؟ لأن الهمزة تخرج بغلق الوترين الصوتيين في الحنجرة. يأتون، قل يأتون. طيب قول يأ وحاول تمشي الصوت يأ، مهما ضغطت خلص المخرج إيه؟ مقفول. فهي من أعسر الحروف، الهمزة حرف عسير، لذلك العرب كانوا يتفننون في التخلص منها، لهم طرائق عديدة في التخلص من شدة الهمزة ومن ثقلها في النطق، فتارة يبدلونها حرفا آخر، بدل ما يقولوا يؤمنون شو بيقولوا، وبدل ما يقولوا بئر شو بيقولوا بير، وبدل ما يقولوا يأتون شو بيقولوا ياتون، وأحيانا ينقلون حركتها إلى الساكن قبلها ويحذفونها، بدل ما يقولوا من آمن شو بيقولوا من آمن، بدل ما يقولوا الباب شو بيقولوا فلك، وأحيانا يحذفونها بالمرة إن كانت متطرفة بالله، مثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، أو إذا إجوا همزتين وراء بعض بيقول لك جاء أحد، جاء أحد منكم، جاء أحد، بدل جاء أحد أحد، فهم يستثقلون الهمزة الواحدة، فما بالك إذا جاءت همزتان، فشو بيعملوا؟ بيحثوا إحدى الهمزتين. ليس كل العرب لكنها موجود ومروي لنا قرآنا، انتبهنا كيف؟ فمن جملة طرائق من جملة طرائق يعني تغيير الهمزة ميلا إلى السهولة، ألا نقفل الوترين الصوتيين قفلا محكما، قفلا محكما. لما بقول أنا أعجمي وعربي، كم همزة نطقت؟ همزتان. من العرب لما بيجي للهمزة الثانية لا يقفل الوترين الصوتيين قفلا محكما، بيخلي بينهم إيش؟ مجال ليتسرب الصوت تسرب، بيقول أعجمي وعربي ما بيقفل الوترين، بيترك بينهم فجوة بسيطة يتسرب الصوت منها. عبر عنها ساداتنا القراء المصنفون بقولهم تسهيل الهمزة هو نطقها بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها. فإذا بدك تسهل همزة مفتوحة بتقول مثلا أنذرتهم إذا مضمومة شو بتقول؟ أنزل عليه الذكر. إذا مكسورة شو بتقول؟ أئذا كنا عظاما أئذا. نعم. الخطأ اللي ممكن يوقع فيه الإنسان لما بيسهل الهمزة واحد من اثنين، إما أن يحققها بدل ما يجيبها مسهلة شو بيجيبها محققة، وهذا الأصل، يعني بدل ما يقول أعجمي على رواية حفص شو بيقول أعجمي، هذا الأصل، لكن ما هكذا رويت برواية حفص، رويت كذلك على روايات أخرى. أو أن يقلبها هاء بأن يوسع بين الوترين، فبصير النطق ها أعجمي، هذا ما بيصح، هذا ما بيصح، لأنه نحن خرجنا من عالم الهمزة إلى عالم ثاني هو حرف الهاء. تبهنك؟ نعم. نرى المبحث بين يدينا اللي شرحت لكم يا الآن. تسهيل الهمزة هو النطق بالهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها، وفي رواية مفتوحة مسهلة وجها واحدا، وهي الهمزة الثانية من قوله تعالى في سورة فصلت أعجمي وعربي، فيلفظها القارئ بين الهمزة المحققة والألف، والمشافهة
تحكم ذلك. أقول اقرأوا بعدي بعد إذنكم بصوت واحد: أعجمي وعربي. الأخطاء التي تقع عند نطق الهمزة المسهلة: أولا تحقيقها كما ذكرت منذ قليل، ثانيا إبدالها هاء. نعم. أما تحقيق الهمزة المسهلة فصحيح على بعض القراءات، وأما إبدالها هاء فلا يصح البتة، وهو خطأ محض. فائدة: علامة تسهيل الهمزة المفتوحة في ضبط المصحف وضع دائرة صغيرة مطموسة الوسط، هذه فوق الألف هكذا، شايفين؟ إذا رأيت ألفا وفوقها دائرة مدورة مسدودة الوسط مطموسة الوسط، هذه علامة الهمزة المسهلة. صعب؟ نعم.